تقتل حسين القيني؟ نعم قتلت. ممتاز. أبا شراق. نعم. اقرأ له عقوبة قتل رئيس. لا أريد أن تقرأ لي شيئا. أثبت. أي شخص من المؤمنين يعصي رئيسه أو يتمرد على الأمر الذي أمر به أو يغفل عن تنفيذه بأي حال من الأحوال إلا إن منعته ظروف قاهرة سيعاقب بالموت ويقطع رأسه. وأي مؤمن من المؤمنين يقترف جريمة مهاجمة رئيسه أو قتله يقطع رأسه. أيها الدعاة الموقرون، لقد سمعتم نص القانون والمتهم مشهور. بقي أن نسمع رأيكم إذا كان المتهم مذنبا أم لا. الأمير مينوتشار، هل ترى المتهم مذنبا؟ مذنب. أبا سراق، مذنب. تيودوروس، مذنب. مجرمون، قتل طغاة، سينتقم الله منكم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أيها الدعاة المحترمون، لقد أجمعتم أن المتهم مذنب، لذلك حكم على المتهم الحسين بن الحسن الصباح بأن تنزل به عقوبة الموت. هل تسمح لي بالكلام؟ تفضل. لا شك أن المتهم حسين بن الحسن مذنب بقتل داعي خوزستان الكبير، والجرم يؤيده الدليل، والمجرم نفسه اعترف بفعلته هذه، والحكم الذي صدر للتو بحقه مشروع وعادل كل العدل. بيد أني أحب أن أذكر هيئة المحكمة العليا أن جريمة حسين هي الأولى من نوعها التي تعرض أمام هذه الهيئة الموقرة، لذلك أقترح تقديم التماس عفو إلى سيدنا إن وافق المتهم على ذلك. أيها المحكوم عليه، هل تريد أن تطلب العفو من سيدنا القائد الأعلى؟ لا، لا أريد، لا أريد أن أتوسل إلى أب يلقي بابنه للجلادين. حسين، حسين بني، اهدى. لا تضيع وقتكم الثمين سدى. هذه فرصتك الأخيرة. قولوا له عن لساني، لقد سجل التاريخ جرائم كثيرة، كثيرة جدا، لكن جريمة سيدنا هذه لن تغتفر، لن يمحوها الزمن أبدا. وإن كنت قاتلا فإن سيدنا هو إمام القتلة جميعهم. خذوه، قل له أنه إمام القتلة، لن يمحو الزمن جريمته أبدا. هذا هو. لماذا صلبه؟ لأنه خائف. هل تعتقد حقا أنه خائف؟ أعتقد جازما. إن السلطان يصبح مخيفا عندما يخاف. تظن أنه يخاف من حسن الصباح؟ بل يخاف من الموت. إن روح نظام الملك تطارده من مكان إلى مكان، وسوف تدركه عما قريب. يجب أن نقضي عليه وبأسرع وقت ممكن. هل يسمح لي مولاي السلطان برأي مخالف؟ تكلم. إن الخطر الحقيقي الآن ليس حسن الصباح البعيد، وإنما الخطر القريب المجاور. أتريدني أن أقبل بشروطه التي سماها صلحا؟ إن ذلك العهد قد ولى، وآن الأوان لعهد جديد. عهد جديد؟ إن ضباط النظامية يتهموننا بالتحالف معه. ألا يريد مولاي السلطان التخلص من الفريقين؟ ما أريده هو رأس حسن الصباح، هذا ما أريد، وبأسرع وقت ممكن. لن أسمح لهذا القاتل المأفون أن يبقى في قلاعنا بعد اليوم. اكتب يا كاتب السر، اكتب إلى مرتزق حاكم القاهرة وخائن البلاد والعباد والدين، آمرك بأن تجلو عن جميع قلاعنا التي استحوذت عليها بغير حق،
أن تسلم نفسك ومن معك إلى والي أصفهان، وإن لم تفعل لن يبقى حجر على حجر في قلعة الموت، ولن يسلم أحد من رجالك أو نسائك أو أطفالك، وإن لم تفعل سيحل بك عذاب أليم. ملك المشرق والمغرب، جلال الدين ملك شاه، تاج الملك، ضع الختم الملكي عليها وارسلها في الحال. حاضر يا مولاي. قولوا له عن لساني، لقد سجل التاريخ جرائم قتلا كثيرة جدا، لكن جريمة سيدكم هذا لن تغتفر، لن يمحوها الزمن أبدا. وإن كنت أنا قاتلا فإن سيدكم هو إمام القتلة، إمام القتلة. لا أنكر يا إسماعيل أن مهمتك ستكون صعبة وشاقة وخطرة، فأنت تتجه إلى الموت وسوف تقابل عصبة من القتلة، والرسالة التي تحملها هامة وحاسمة، لذلك اخترتك أنت بالذات من قادة حرس مولانا السلطان لثقتي بك ولشعوري بأهمية هذه المهمة وصعوبتها. كل ما أرجوه يا سيدي أن أكون عند حسن ظنكم وأن أقوم بواجبي على أكمل وجه. إن ثقتكم يا سيدي تسهل الصعاب والعقبات وتجعل لرحلتي هدفاً ومعنى. إذا سألوك عن رسولهم وسوف يسألون، فقل لهم فضل البقاء في خدمتنا ورفض العودة إلى الموت. عفواً يا سيدي، لكنهم لن يصدقوا ذلك، فالخبر قد انتشر ولابن الصباح عيون وحمام زاجل ينقل الأخبار. أعرف ذلك يا إسماعيل، أعرف ذلك، ولكن ليس أمامك سوى تكذيب العيون والحمام، فقد يعاملونك كما عاملنا رسوله. أنا مستعد لكل الاحتمالات يا سيدي. أنا لا أخيفك يا إسماعيل، بل أخاف عليك من بطشهم. لست خائفا، ويكفيني فخرا أن أكون رسولا لمولانا السلطان ملك شاه. خبئها جيدا ولا تسلمها إلا لحسن الصباح، ولا ترحم حصانك، وعندما يتعب تستطيع استبداله في أي موقع من مواقعنا المنتشرة على الطريق، فخلال 5 أو 6 أيام على الأكثر يجب أن تكون في الموت. رافقتك السلامة. أمرك سيدي.
سيدي سيدي، القائد حمزة يستأذن بالخروج لمداهمة قافلة الحجيج. فليخرج، لا بأس. هل تأمرني بشيء يا سيدي؟ تفضل تفضل. لم أعد أفهم هذه الحياة يا تيودورس. هل تشكو من شيء أيها الأمير؟ هل أصابك مكروه؟ لا أدري. ما الأمر؟ إن لم يخب ظني أن روحك تتعذب. ليتني أغدو بلا روح يا تيودورس. لقد كتب علينا الحرمان دوما. كما أتمنى أن أعيش كبقية الرجال في هذه الدنيا. ما هذا الكلام الشيطاني يا مينوتشار؟ أنا أعلم أنك خير من يستمع إلى شكواي وأكثر من يعرف ما يخالج صدري. إنك عاشق يا صديقي. لا أدري لا أدري. أنت تطرح في رباعياتك تساؤلات عن الوجود والعدم والموت والنشور. حسناً، سأطرح عليك سؤالا بسيطا يا ابن إبراهيم. من الذي وجد أولا؟ الغزالة أم الرشا؟ من؟ عندما أذهب إلى الصيد، ما الذي أختاره كي أصطاد؟ الغزالة أم وليدها؟ ستقول لي يا ابن إبراهيم إن النجوم ثابتة، وإنني عندما أكون نشوانا أصدقك، وعندما أكون صاحيا أكذبك. حسنا، من الذي وجد أولا، الأرض أم السماء؟ تأخر الوقت كثيرا يا مولاي السلطان، أنت متعب ويجب أن ترتاح. أنت تعرف كم أحبك وأقدرك وأحترمك. كيف استطعت أن تتنبأ بخسوف القمر ولم تستطع أن تتنبأ بموتي ومقتل نظام الملك؟ كيف؟ أنت لن تكون منجمي بعد اليوم، لأن التنجيم له علاقة بالمستقبل، والميت لا مستقبل له.
الخائفون من المجهول هم الذين يؤمنون بالتنجيم. لا، أنا لا أنكر أنني خائف، ولأول مرة في حياتي أعلم تماما مما أخاف. عذرا يا مولاي، هل أستطيع أن أعرف مما تخاف؟ كان رحمه الله استخدمك في توجيه، كنت أعرف ذلك، وهو كان يعرف أنني كنت أعرف، وكان يلعب وأنا كنت ألعب، ولكن الآن انتهى وقت اللعب. نعم، هل انتهت فترة الحداد على نظام الملك؟ لقد أعجبتني رباعياتك الجميلة التي تتحدث عنها، عن سر الحياة والموت، وعن الذين ترحلوا. اقرأها لي يا مولاي، اقرأها. سر الحياة لو أنه يبدو لنا لبدا لنا سر الممات المبهم، لم تعلمن وأنت حي سرها، فغدا إذا ما مت ماذا تعلم؟ أيها الأمير العزيز، كيف الحال؟ نشكر الله يا سيدنا، هل أنت بصحة جيدة؟ بصحة جيدة؟ ألا تشعر بتوعك أو توجع ما؟ هل أنت مرتاح؟ ألا تريد شيئا ما؟ أبدا يا سيدنا، أنا على أحسن ما يرام. هل هناك مغامرة جديدة؟ أنا على أتم الاستعداد لتنفيذ أوامرك يا سيدنا. الأوامر والنواهي يا مينوتشار، والنواهي، النواهي. اسمع أيها الأمير العزيز، أنت قائد ذكي وشجاع، ألمت بحاجة إليك، أنت تعرف ما يجب عليك أن تفعله. أراك في الغد. أن هذا السلجوقي الصغير قد فقد صوابه، أو أن العظمة الزائفة أحمت بصيرته فبات لا يرى الأشياء العظيمة. يدير ظهره لنا، لا يريد أن يتعرف علينا. أين الرسول؟ في الأسفل. ضعه في الزنزانة، أريد أن أراه بنفسي. Thank you.
الجريمة. أنا رسول جلالة السلطان. لا ترهق نفسك بالكلام. لن يسكت السلطان على هذا. قلت لك اصمت. سنرى. هذه إهانة للسلطان نفسه. أصابك البكم تكلم. ماذا فعلتم برسول سليمان أيها الرسول؟ يا سيدي أنا جئت برسالة من السلطان ولا أعرف ما فحواه. قتلوه وصلبوه أمام القلعة، أليس كذلك؟ وهل هذا من شيم الرجال؟ كيف بوسع أن أعرف ما الذي حصل له؟ تلقيت أمرا وهذا أن أنفذه. أين تيودوس؟ في طريقه إلينا يا سيدنا. ما اسمك؟ اسماعيل. اسماعيل التميمي من غزنة. اسمع يا اسماعيل، هل تعرف محتوى الرسالة التي حملتها إلينا من السلطان؟ لقد نعتنا بأسوأ النعوت، شتمنا وهددنا وتوعد بالقضاء علينا دون رحمة. أما رسولنا فقد كان رسول صلح وسلام، ومع هذا أمر باعتقاله وتعذيبه وصلبه، فماذا تظن أننا فاعلون بك؟ الرحمة يا سيدي، الرحمة. أنا رسول وما علي إلى البلاغ. الرحمة يا سيدي. هل رأيت الرسول يا تيودورس؟ نعم يا سيدي. تمعن فيه جيدا. إنه أحد قادة الحراس لدى ملك شاه. أجل يا سيدي، يبدو عليه ذلك. تمعن بالرسول يا تيودورس. انظر إليه، ألا يشبه أحد فتياننا؟ لم أفهم ما تقدم إليه يا سيدنا. تيودورس، أنت طبيب وحلاق ماهر ونساخ، تمعن بالرسول. لولا الفرق في الشعر وهذه النطبة في الوجه وذلك الخال لقلت إنه يشبه خضر يا سيدي. بالضبط، يشبه خضر. ماذا يحدث؟ لست أدري. لم يبزغ الفجر بعد. إننا في منتصف الليل. خضر. سبحان الله، يخلق الشبه أربعين. تعال معي. وهل بإمكانك أن تجعل هذا التشابه متطابقاً؟ مثل بيضتين لدجاجة واحدة، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت. بل في أسرع وقت ممكن، وأنت من سيتولى هذا الأمر. علي أن يتعرف على حياة الرسول وعلى حركاته وعلى مشيته وطريقة حديثه وعلى كل شيء فيه. هل أستطيع يا سيدنا أن أعرف ماذا تريد أن تفعل بالتحديد؟ وهل تمكن أنك تعرف؟ ما أعرفه أن لديك قدرة هائلة على المفاجأة.
سأقول لك، ولكن ليس الآن، بل عندما يصبح خضرا نسخة طبق الأصل عن الرسول إسماعيل. إن الشبه يبدأ من العينين، سيكون الأمر سهلا جدا، يكفي أن نضيف إلى هنا ندبا، أما الشعر والخال فسوف نجد لهما حلا. وإذا ما ارتدى ثياب الرسول فلن يستطيع أحد أن يفرق بينهما. الأمر ليس سهلا يا تيودورس. اسمع يا بني، هل أنت مستعد لتنفيذ مهمة عظيمة؟ كل الاستعداد يا سيدنا. إن نفذتها فسننقش اسمك عاليا بين النجوم، وستفتح لك أبواب الجنة. أنا رهن إشارتك يا سيدنا. اسمع يا تيودورس، دعه يراقب الرسول، ولكن إياك أن تجعل الرسول يشعر بذلك. سمعا وطاعة يا سيدنا، فيجري كل شيء على أحسن ما يرام. هل يمكن للخسوف أن يحصل مرتين في السنة الواحدة؟ لم يعد يزور مخدعي منذ ذلك الوقت، وقد علمت أنه لا يزور أحدا من نسائه أيضا. في النهار يذهب إلى الصيد، وفي الليل يرفض مقابلة أحد. قد أصبح عصبيا مهملا لشؤون الحكم والبلاد والعباد. هل يعقل أن ينام ملك على كرسي العرش؟ لا أدري لماذا أبوح لك بهذه الأشياء. أرجو من الله أن تكون همومك عابرة يا مولاتي، فما أكثر الصعاب والعقبات التي واجهت وتواجه مولانا السلطان، ولكنه بإذن الله سوف يتغلب عليها. هل أحضر خواجة عمر تقويمة؟ نعم، ولكن السلطان رفض ذلك. رفض التقويم؟ أجل، أحضره عمر بنفسه، ولكنه غضب ومزقه أمام عيني. لماذا لم تخبريني بذلك؟ مولاي السلطان قادم يا مولاتي. تحبني يا أبي؟ طبعا يا ولدي. عندما أكبر سأطول بركانك يا أبي. Thank you.
إن جيشا قوامه 50,000 مقاتل يتوجهون الآن إلى الموت بأمر من السلطان وبقيادة ابن عمه يرزال. قلاعنا ستصمد بعون الله. إنهم الآن يحاصرون قلاعنا في خوزستان وزور غمدان. كان السلاجقة دائما قادرين على سحقنا لو أرادوا، وهم اليوم يريدون ذلك على ما يبدو، ولكنهم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم من حسن الصباح. كيدهم سيرتد نحو نحورهم. اسمع يا أبا علي، إذا استطعنا قتل ملك شاه فإن حربا طاحنة ستنشب بين الإخوة الأعداء، وستؤول بعون الله إلى تحطيم هذه الإمبراطورية وتقسيمها، وسنكون وحدنا المنتصرين في هذه الحرب. ولكن ذلك متوقف على نجاح خضر في مهمته. من أنت؟ أنا إسماعيل يا سيدي، إسماعيل التميمي من غزنة. هل تعرف المهمة التي عليك أن تقوم بها؟ أعرفها جيدا يا سيدي. ليسرجوا لك حصانا قويا، ولتنطلق اليوم إلى نيسابور سالكا الطريق نفسه الذي اتبعه ذلك الرسول عندما أتى إلينا. هل تذكر الطريق؟ أذكره يا سيدي. الخانات ومحطات الخيول وما إليها. لم أنس شيئا. اسمع يا ولدي، ستحمل رسالة شفوية من زعيم ألموت لا تستطيع أن تبوح بها إلا للسلطان بنفسه، ولن يكون صعبا عليك أن تمثل بين يديه، فأنت في نهاية المطاف رسوله وأحد قادة حراسه الشخصي. مصير ألموت ومصيرنا مرتبط بنجاحك. سأنجح بتنفيذ هذه المهمة يا سيدي. هل إيمانك راسخ؟ أجل، أنا واثق بك، لن تخيب أمالنا. رافقتك السلام. من أنت أيها الفارس؟ وإلى أين تقصد؟ أنا إسماعيل التميمي، ووجهة نيسابور كما ترى. ومن أي البلاد أنت؟ من غزنة. وماذا تفعل في نيسابور؟ قائد في حرس مولانا السلطان. المعذرة يا سيدي، كان من الواجب أن نسألك، فلا تغضب منا. لا، لست غاضبا، أحسنت أيها الفارس. من أنتم؟ نحن فرسان الأمير بركيارق، ونتجه أيضا إلى نيسابور. وهل الأمير معكم؟ لا، ليس معنا، ولكنه سيلتحق بنا بعد أسبوعين أو أكثر. أنا اسمي وحشي من البصرة، وأقاتل في صفوف الأمير بركيارق على حدود الهند. ولكن بعد مقتل الوزير الكبير نظام الملك رحمه الله، قرر مولانا الأمير العودة إلى نيسابور. وهل ستدخلون نيسابور؟ لا، سنعسكر على مشارفها بانتظار قدوم مولانا الأمير. بإمكانك الانضمام إلينا يا سيدي إن أردت. هيا بنا. أنا
أرى أن نسير قليلا على حافة النهر. ميمونة انتبهي إلى الأمير محمود. أمرك مولاي. ولا تدعيه يقترب من الماء. إسماعيل؟ نعم، إسماعيل التميمي. ومن تريد أن يكون غيره؟ اذهب وأعلن عن وصولي لقائد حرس جلالته. يجب أن أمثل بين يديه في الحال. ترجل عن حصانك وادخل، فجلالته ليس في القصر ولن يعود قبل 10 أيام. لا أستطيع الانتظار ساعة واحدة، فأنا في مهمة عاجلة. لقد خرج للصيد كالعادة، فهو في مثل هذه الحالات لا يستقبل أحدا كما تعلم. ولكن الأمر في غاية الأهمية والخطورة. إذا كان الأمر كذلك يمكنك اللحاق به وإختار رئيس حرسه بالأمر. وأين يمكن أن أجده؟ في وادي الأرانب، ألا تعرفه؟ سأتدبر أمري. هيا. لقد أحسنت صنعا بالقدوم إلى هنا، فلا شيء يبهج مولانا السلطان إلا الصيد والطبيعة الساحرة. شكرا لك ولزوجك الذي أقنعه بالحضور. أما زال عمر الخيام غاضبا؟ عمر الخيام لا يتقن الغضب كما يتقن الحزن، ويتقن الإقناع أيضا. لا أدري ما هو السر الذي يجعل السلطان يستمع إليه ويقبل مشورته، ولكنك لم تتمكن من إقناعه بالحضور. إنه لا يغادر مرصده هذه الأيام. مرحبا. هلا اسماعيل. اين اجد مولاي ملك شاه؟ انه في الطرف الاخر من النهر. شكرا. الجانب الاخر من النهر. مرحبا. لقد تغيرت يا إسماعيل، هل لديك رسالة؟ أجل، إنها رسالة شفاهية. لذلك صعب جدا، ولكنها موجهة من زعيم ألموت للملك وحده. هل نسيت العرف السائد؟ وكيف لي أن أنسى، ولكنني أحمل أخبارا استثنائية رهيبة. وأي رجل هو ذاك الحسن بن الصباح؟ إنه جلاد حقيقي، لقد قام بتعذيبي وحرقي، وقد حان الأوان لإزالته عن وجه الأرض واستئصال أوباشه. سيتم ذلك قريبا. انتظر هنا، سأرى إذا كان جلالته يستطيع لقاءك. مولاي، لقد عاد إسماعيل التميمي من ألموت يا مولاي، وقد تعرض للتعذيب والحرق، وهو يحمل إلى جلالتكم رسالة شفاهية رهيبة كما قال، راجيا من جلالتكم أن تستقبلوه. كيف تجرأ وعذب رسولي ذلك الدنيء الفظ؟
أدخل إسماعيل في الحال ليخبرني بما جرى، وأرسل في طلب تاج الملك للمثول بين يدي. إسماعيل، يمكنك الدخول. سيفك. مولاي، انهض يا إسماعيل. كم أسيئت معاملتك أيها التميمي. ما الذي فعله بك ذلك المجرم؟ هيا انهض وأخبرني ما هي الرسالة. مولاي، قتلتك قتلتك قتلتك.